حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا يا خليل؟ فندم حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترف. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين هي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل، بقى قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه اهو. جرع خليل، يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟ قولك للحقيقة فيه سبع فوائد. أولا، ترضي الله والرسول لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانيا، تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثا، تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت انه متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية أكبر من كده. أنا سمعت من مصدر موثوق بيه إنه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص. أصله هدد واحد من مباحث أمن الدولة ولخبط معاه في الكلام، والظاهر كده إنه طلب إنه نشغلوه. قالوا له إحنا مالنا؟ أهو هيتربى وخلاص. أنا بقول نعمل معاه واجب. أي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيدة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك شيخنا احسن. صباح الخير يا انسة هناء. احنا من مباحث امن الدولة. اهلا وسهلا. خطيبك حسن بهلول عندنا. طب وانا هعمل ايه؟ إذا كنت تحبي تشوفيه إحنا ما عندناش مانع. لا ما عنديش مانع. تفضل. تمام يا فندم. إيه اللي جابك هنا؟ عايزين منك إيه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه، عايز لجنه دفاع عن الحريات، انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه، انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفها هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب؟ ده دي داخله على مشرحه. نسى هناء، ممكن حضرتك تروحي دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم على انا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟
الأنسة طلبت إنها تشوفك علشان تطمن عليك. أنا هسيبكم مع بعض شوية. عملي لي فيها سين وجيم، مش كفايه السيد المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله حطيت له مسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي، هو لا بيفهم حاجه على قده. خليك حلو امال. ايه في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. احنا في أأمن حتة في البلد، نحن في أمن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل، لو جيت عندكم البيت أمك هتبقى قاعدة زي قرد قطع. خلاص بقى يا حسن كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. حسن كفايه حتى يدخل. ايه ده بقى؟ هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ يا فندم. ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا فندم.